السلام عليكم ورحمة الله، معاكم أخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. كيف تطلع معلومات اللي هي سرعة الإيقاعات؟ لاحظ أنت الحين لما تفتح أي مجموعة ما في أي معلومات عن الإيقاع، اللهم اسم الإيقاع. ففي ناس يمكن تحب تعرف سرعة الإيقاع كم. كيف الطريقة هاي؟ لما تفتح الصفحة تروح عند أي إيقاع، بس تفتح الصفحة تروح هني في فوق منيو، يطلع لك ستايل انفورميشن، هاي تعطيك معلومات عن الايقاع اللي هو اسمه، هذا الاصوات اللي جايه مع الايقاع. انت تبغي تعرف كم سرعه الايقاع، اضغط منيو، تضغط عند ستايل سيتنج. لما تضغط على ستايل سيتنج بالطريقه هاي راح تلقى شيء اسمه ديسبلاي تيمبو، سرعه الايقاع. هني تشوف محطوط اوف، لما تضغط عليها طبعا تروح السيتنج، تضغط على ديسبلاي تيمبو، استوت اون، تطلع. لاحظ طلعت الارقام بجنب الايقاع، هذا سرعته 110، هذا سرعته 130، هذا سرعته 110 56، وهكذا كل تتحول كل المجموعات عدالها الرقم. تبغي تشيل الرقم هذا مال السرعة، نفس الشيء ترجع المنيو ستايل، تروح على ديسبلاي تيمبو، تعمل له اوف، تطلع ما في، لاحظ ما في السرعة للموضحة للإيقاع. شكرا.